أسعد الله صباحكم بكل خير. موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. ارتكب طيران العدوان الروسي أمس مجزرة في قرية حطلة بريف دير الزور، راح ضحيتها 6 شهداء من عائلة واحدة، وطالت غارات مماثلة قرى الأحصان والصالحية والحسينية وأحياء الحميدية والجبيلة والحويقة في المدينة. شن تنظيم الدولة وجند الأقصى أمس هجوما على مواقع لقوات النظام في محيط مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي، سيطروا خلاله على عدة قرى وقطعوا طريق الإمداد الوحيد لقوات النظام نحو حلب، كما تمكن عناصر التنظيم من إسقاط طائرة استطلاع روسية وسط غارات مكثفة من الطيران على المنطقة. تصدى الثوار لمحاولة تقدم قوات النظام وميليشيات حزب الله على محور فليطة في القلمون الغربي بريف دمشق وقتلوا عددا منهم. إلى ذلك قتل الثوار عنصرين من قوات النظام قنصا على الجبهة الجنوبية لمدينة دارية، واستطاعوا إعطاب كاسحة ألغام وسط قصف مدفعي لقوات النظام على المدينة. استعاد الثوار السيطرة على برج البيضاء بمحيط قرية قروجة في ريف الأذقية عقب اشتباكات مع قوات النظام وميليشياته في منطقة جبل تركمان. إلى ذلك دمر الثوار بصاروخ فغوات مدفعا لقوات النظام على جبهة رشا في جبل الأكراد، كما قصفوا بصواريخ جراد تجمعات النظام على جبهة كنسبة. دمر الثوار رشاشا لقوات النظام على حاجز المصاصنة بريف حماس شمالي، واستهدفوا بالرشاشات الثقيلة تجمعات النظام على حواجز الشليوط والمغير والبويضة. وفي الريف الغربي قصف الثوار بقذائف المدفعية معاقل النظام في صوامع المنصورة ومعسكر جورين بسهل الغاب، وحققوا إصابات مباشرة. في حمص قصف الثوار بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في الفرقة 26 جنوب قرية تيرمعلة في الريف الشمالي، بينما أغار طيران العدوان الروسي على قرية العامرية، واستهدفت قوات النظام بقذائف الهون والرشاشات الثقيلة مدينة تلبيسة وقريتي حوش حج والسعن الأسود. نهاية الموجز بأمان الله.